بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع الديبريشيشن، وأحد الطرق اسمها the sum of years digits method. فبيقول لك is a form of accelerated depreciation that is based on the assumption that the productivity of the assets decreases with the passage of time. بيقول لك إن الإنتاجية بتاعت المعدات بتقل مع مرور الوقت. Under this method, fraction is computed by dividing the remaining useful life of the asset on particular date by the sum of the years of the digits. مثلا بتقول معدة هتشتغل 5 سنين، فبتعمل تجميع لعدد السنين، وبعدين بتحط السنة الأكبر للمدة الأولانية. فبيقول لك sum of the year digits attempts to charge a higher depreciation expenses in early years. يعني في الفترات المبكرة بتحط نسبة هالك أعلى من الفترات المتأخرة of the useful life of the asset because the asset is most productive in early years of its life. عشان هو أكثر إنتاجية في الفترة الأولانية من عمره. يبقى إذن الـ depreciation expense بيساوي remaining useful life of the asset على sum of years of digits في الـ depreciable cost. نشوف مثال لحضراتكم. بيقول لك the monaster company purchases machinery on January 1, 2015. احد الشركات monaster company اشترت معدة في اول يناير 2015، وكانت المعلومات relevant information is given below معطاة الاسفل. cost of the machine كانت $250,000، expected useful life 5 سنين، salvage value 25,000 اللي هي قيمة الإهلاك. فبيقول لك اعمل جدول showing the depreciation expense of each year of the useful life of the machine using the sum of years digits method. يبقى كتبنا المعادلة تاني ان depreciation expense بيساوي remaining useful life of the asset على sum of years digits في depreciable cost. طب ايه هي depreciable cost؟ depreciable cost هي الـ 250,000 اللي هي الـ initial cost ناقص الـ salvage اللي هي القيمة عند الإهلاك، فهتكون 225,000. باخد الـ 225,000 بحطها على جنب، وبعدين بجمع عدد السنين، أقول 1 + 2 + 3 + 4 + 5 يساوي 15. يبقى أصبح الكسر اللي أنا بقسم عليه اللي هو الـ sum of years digits 15 اللي هو في المقام. أعلى رقم في المجموعة دي اللي هي الخمسة بحطها في السنة الأولانية، على أساس إن إحنا هنعتبر إن على حساب الـ depreciation fraction إن دي 5، يليها الأربعة، يليها التلاتة، يليها اتنين، يليها الواحد. الإجمالي هو الـ15 هو مع تبديل الأوضاع. أصبح كسر الـ depreciation في نهاية السنة الأولى 5 على 15، وكسر الـ depreciation في نهاية السنة الثانية 4 على 15 و3 على 15، ف2 على 15، ف1 على 15. طيب هبتدي اقول 225,000 في 5 على 15 يديني 75,000. اخصمهم من ال 225,000 اللي هم اصلا كانوا الفرق 250,000 ناقص 25,000 هيديني 175,000. يبقى كده مظبوط. وبعدين نفس ال 225,000 بضربها في ال 4 على 15 تديني ال 60,000. فباخد ال 175,000 اللي كانت فوق اللي هي البوك فاليو في الاند اوف يير 1، اخصمها من 60,000 يديني ال 115,000. بالنسبه للسنه الثالثه بضرب ال 3 على 15 في ال 225,000 يديني 45,000، بخصمها من ال 115 يديني 70. السنه اللي وراها 2 على 15 في ال 225,000 يديني 30,000، اخصمها من 70,000، وصلنا ل 40,000. وبعدين اخر حاجه 1 على 15 في ال 225,000 يديني 15,000، اخصمها من ال 40، الاقينا وصلنا الى ال 25,000 اللي هي نسبه السالفج اللي كانت موجوده في نهايه السنه الخامسه. في طريقه تانية بيسموها اكتيفيتي ميثود اوف ديبريشيشن، ان يكون معده ويشوف عدد ساعات العمل ونسبه ساعات العمل لو عايز تحسب للسنه بالنسبه لللايف بتاع المعدة. فبنقول under
activity method, the depreciation expense is calculated on the basis of assets activity, such as the number of units produced, عدد الوحدات الإنتاجية, or the number of hours of the asset is used during the period, عدد ساعات العمل, عدد ساعات التشغيل. In other words, this method focuses on the actual use of the asset rather than passage of time. يبقى هي مهتمية بالإنتاجية أكثر من اهتمامها بمرور الوقت. يعني depreciation في المحاولات السابقة أو طرق الحساب كان بيعتمد على الفترة الزمنية, دي بتعتمد على عدد الساعات التشغيل أو الريتس. Other names used for the activity method depreciation are variable charge approach or units of output method. المعادلة بتاعتها بيقول لك depreciation expense بيساوي الكوست ناقص السالفج, يبقى هو برضه بياخد ديفرنشابل اللي هو القيمة عند البداية ناقص القيمة عند السالفج في الاكشوال اكتيفيتي performed during the period اللي هي عدد الساعات التشغيل او عدد الوحدات الانتاجية على التوتال استيميتد لايف اللي بدوه لك في الاسنت. شوف مثال حضراتكم. اكزامبل 1, امريكان كمباني بيرشيز دي ويل لودر, اشترت لودر على عجلات بمبلغ 150,000 في يناير 1 يناير 2018, وكانت المعلومات كالاتي: السالفج 10,000, يبقى الشراء 150,000 وقيمة الخردة 10,000, تخريد estimated useful life 10 سنين, estimated productive life in hours 20,000. يعني المعدة دي محسوبة انها كاهلاك مش بالفلوس ولكن بالساعات, 20,000 ساعة. وقال لك ان الويل لودر ده استعملته في خلال 2018 لمدة 2000 ساعة. طيب احسب depreciation expenses for the year 2018 using طريقة الactivity method of depreciation. بياخد الكوست ناقص السالفج, الكوست اللي هو 150,000 ناقص السالفج اللي هو 10 يساوي 140,000, وبعدين بيحسب estimate productivity life اللي هم 20,000 يحطهم في المقام. اما الويل لودر اشتغل 2000 ساعة في 2018 لانه عايز يحسب 2018, بالنسبة للتناسب يحسب ال 2000 على ال 20,000 ضرب ال 140,000 اللي هي الكوست ناقص السلفج, يديله 14,000 دولار اللي هو قيمة الديبريشيشن في خلال 2018. في بقى طريقة اسمها موديفايد accelerated cost recovery system اللي هي ال MACRS, modified accelerated cost recovery system MACRS. بيقول لك انه ال US introduced MACRS as required tax depreciation, وقال لك انه ال MACRS determines annual depreciation عن طريق ان هو بيقول الديبريشيشن بيساوي دي 1 في البي, دي تي في البي. الدي تي ده بتيجي عن طريق جداول معينه هم عاملينها الام اي سي ار اس, وبيقول ان البوك فاليو بتساوي البوك فاليو في التايم 1 ناقص قيمه الديبريشيشن من الجدول زي ما هنشوف ان شاء الله في المثال. ده الجدول اللي هو تيبل 16.2 بيقول لك depreciation rates DT applied for the first cost B for the MACRS method. هنا ال N دي اللي هي عدد السنين, ال life useful life في حالة N بتساوي 3 اللي هم 3 سنين, وال useful life في حالة من N بتساوي 5, طبعا السنين من 1 ل 5, وفي حالة عدد سنين 7 عندك من أول year 1 لغاية 7 ولغاية نهاية الثامن, والعشرة لغاية الحداشر, والإن 15 سنة, والعشرين 20 سنة. بيقولك however MACRS forces partial years recovery in years 1 and 40. بيقولك year 1 لازم يبقى 1.391%, وير من 2 ل 39 2.564, وير 40
1.177%. نشوف مثال يبين المواضيع. شكل الجراف ايه؟ انه على المحور الافقي اللي هو التايم، وعلى المحور الراسي الكوفيشنت بتاع الديبريشيشن. فالخط المستقيم اللي هو اس ان اللي هو الطريقه الاولانيه اللي هو ستريت لاين بياخده ل 11 سنه، الكيرف بتاع ال 10 سنين يليه، الكيرف بتاع السبع سنين اللي هو الكيرف اللي هو جاي من فوق لتحت، والكيرف ده اللي هو تاني كيرف اللي هو بتاع الخمس سنين، والكيرف الاولاني بتاع الثلاث سنين. فمثال بيقول لك المشين انيشيالي كوستنج 25000 ويل هاف ا سالفج فاليو 6000 افتر 5 ييرز. يبقى انا هستعمل الكيرف انهي اللي هو خمس سنين اللي هو تاني كيرف اللي هو ده. يوزنج ام اي CRS depreciation its book value after the third year will be most nearly. ما هو أقرب قيمة؟ هل هو ال 5500 ولا ال 7200 ولا ال 10000 ولا ال 14000؟ نستدعي الجدول بتاعنا، واحنا عندنا بيقول خمس سنين اليوسفول لايف، بتاخد ال N بخمسة، وهو عايز يحسب البوك فاليو في السنة الثالثة، فبتعلم على ثلاثة. يبقى انت عندك ثلاث ارقام هم دول الكوفيشنتس اللي بتعمل لهم سميشن. فالعلاقه بتقول لك ان البوك فاليو بيساوي الانيشال كوست ناقص السميشن من 1 ل 3 في الحاله بتاعتنا، ان احنا عايزين البوك فاليو بتاع الثلاث سنين في الانيشال كوست اللي هو نفسه. فاذا كان عندي 25000 ناقص الكوفيشنت اللي هي 2 من 10 لان ده برسنتج ديبريشن ريت برسنتج 20% زائد 32% زائد 19.2 من 10 ضرب 25000، وبالتالي 25000 افتح قوس 1 ناقص 2 من 10 ناقص 32 ناقص 0.192. لما تجمع الحاجات دي وتضرب في 25000 هتدي لك ال 7200. اذا الحل بتاع البي هو الاقرب الى الصح. مثال اخر بيقول لك ماشين از بيرشيز ده 20000 دولار والاكسبكتد لايف 7 سنين، ات ذا اند اوف 7 سنين ذا سالفج فاليو بتساوي 3200. احسب لنا البوك فاليو ات ذا اند اوف السنه الرابعه، يعني هو سبع سنين وعايز الاند اوف فورث يوزنج ذا ام اي سي ار اس ميثود اوف ديبريشيشن. وادانا اربع الترناتيفز بدائل، يا 5900 6248 4720 او 7720. اول شيء بنشوف الكيرف بتاعنا اللي هو بتاع السبع سنين، وبنخش على الجدول ده. ادي الجدول بتاعنا اللي علمنا عليه، جينا عند السبع سنين وعلمنا على نهاية السنة الرابعة. يبقى معنى كده ان انا عايز اجمع الكوفيشنت دول واطرحهم من واحد باعتبارهم برسنتج واضربهم في القيمة اللي هي ال 20000. يبقى البوك فاليو عند الاربعة بيساوي ال 20000 افتح قوس واحد ناقص 0.1429 ناقص ناقص 0.2449 ناقص 0.1749 ناقص 0.1249. جمعنا الكوفيشنز دول طلعوا 0.3124، اضربهم في قيمة الكوست اللي هو ال 20000 هيدينا 6248. واضح هنا ان احنا ما طرحناش ال 20000 ناقص 3200 زي الطريقة اللي هي بتاعت الاكتيفيتي. يبقى الكويشن بتاعنا 6248 هو الانسر بي. لو انت حبيت بقى ان انت تعمل لها جدول عشان تحسب كل سنة بسنتها وتشوف النظام ماشي ازاي، فزي الجدول اللي عملناه قبل كده، يير 1 2 3 4 الفيرست كوست 20000، ديبريشيشن هتاخدها من الجدول 0.1429 2449 0.1749 0.1249. الديبريشيشن ده كبرسنتج وده الفاليو، ودي هتضربها في 20000 يديك الرقم ده، وده تديله في ال 20000 يديك الرقم ده، وال 0.1749 في ال 20000 يديك الرقم ده، وال 0.1249 في ال 20000 يديك الرقم ده. هنمشي بطريق الزجزاج، ناخد ال 20000 ناقص ال 2858 يديني 17000، اطرح ده منه ال 4800 يديك 12200، وان اخد ده اطرح 3098 ناقص ال 12244 يديني 8749، واطرح اخصم ال 2498 ناقص 8749 يديني 6248 اللي هو الحل اللي احنا حصلنا عليه نتيجة تجميع البرسنتج وطرحها من واحد. هو نفس الحل بس اللي بيدينا البوك فاليو في نهاية كل عام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.